معايا الاستاذ منير اديب الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه. استاذ منير مساء الخير. اولا يعني ايه تعليقك على كلام السيد ليث شبيلات؟ يا مرحبا، مساء الخيرات يا دكتور عمرو، عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. اعتقد ليث شبيلات ربما ترجم ما كان يقال عن هذا التنظيم، يعني تنظيم يعمل من اجل التنظيم وليس من اجل الاسلام كما كان يدعي او كما كانت تدعي حركه الاخوان المسلمين او كل الاسلاميين بكل فصائلهم المختلفه. ولا اعتقد ان ليث شبيلات يعني يزايد على التنظيم، هو جزء من التنظيم وهو قيادي رفيع المستوى في الاردن. عندما يصف التنظيم بالفساد هو يعلم عن التنظيم كما قال اكثر مما تعلمه اجهزه المخابرات، يعني وحتى قال في كلامها ان اجهزه المخابرات تعرف عن فسادكم 5% بس، انا اعرف عن الفساد اكثر من هذا، وهو جزء من التنظيم. ووصف التنظيم كل من هو له علاقه بالتنظيم ان هم شويه مصلحجيه بنفس تعبيره، ويرى ايضا انه مجرم، وسط مجموعة كبيرة من المجرمين داخل التنظيم. وهنا الإجرام ربما يحمل معاني ودلالات كثيرة نحن نعلمها ويعلمها كل الناس من واقع ربما الاحتكاك بهؤلاء الإسلاميين على الأقل في العقد الأخير، يعني وبخاصة الدول التي وصل فيها الإسلاميون إلى سدة الحكم، أدركوا وعلموا أن هؤلاء مجرمون. مجرمون عندما وصلوا إلى مناصب سياسية، مجرمون عندما مارسوا عنفا جنائيا ضد المختلفين معهم وتصفيات ربما معنوية لكثير من القادة السياسيين ولكثير أيضا من الحكام العرب. أعتقد أن ليث شبيلات كان صادقا في كل ما قاله عن نفسه وعن الإخوان وعن الإسلاميين، وكمان بيوجه رسالته لشباب الإخوان أو المتعاطفين من الشباب مع الجماعة أو مع التنظيم لما قال لهم يعني لا تصدقوا قياداتكم. نعم بكل تأكيد، ولذلك أعتقد أن الصراع الدائر داخل تنظيم الإخوان المسلمين الآن واللي حضرتك تحدثت عن جزء منه في بداية حديثك ربما كشف التنظيم بصورة كبيرة، كشف الفساد داخل هذا التنظيم. ولذلك هو يوجه رسالته إلى شباب الإخوان أن اتركوا هذا التنظيم، أن اهربوا من هذا التنظيم. وأعتقد أن التنظيم الآن ربما يسير بصورة أشبه بصورة المشلول، هناك الكثير ممن كان له علاقة بهذا التنظيم حمل أمتعته على ظهره ورحل، ترك هذا التنظيم عندما رأى هذا التنظيم بصورته الحقيقية، رأى هذا الفساد وهذا العفن داخل هذا التنظيم. عندما رأى أن ما كان يرفعه هذا التنظيم وما كانت ترفعه هذه القيادات مجرد شعارات مزيفة ليس لها علاقة بالدين. ويبدو أن ده كمان انعكس يا أستاذ منير على يعني شعبية الجماعة، حتى يعني احنا بنتكلم عن الأردن والأردن كان فيها انتخابات نيابية في شهر نوفمبر الماضي، الجماعة خسرت تقريبا تلتين المقاعد بتاعتها في هذه الانتخابات. وأعتقد أنه ما حدث للتنظيم في مصر انعكس ربما على المنطقة العربية في الأردن وفي تونس وفي المغرب وفي السودان، وأعتقد إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية في ليبيا والنيابية أيضا سوف يسقط الإخوان كما سقطوا في الدول العربية التي ذكرناها، بل أعتقد أن ذلك سوف يؤثر على وجود الإخوان في فلسطين. يعني حركة حماس على سبيل المثال تستخدم القضية الفلسطينية من أجل أن تحقق مكاسب لها، أعتقد أنها سوف تدفع هذه الضريبة إذا ما أجريت الانتخابات قريبة. لماذا؟ لأن الشعب العربي أصبح أكثر وعيا وأكثر إدراكا، وأصبحت هذه التنظيمات الآن مكشوفة، يعني أصبح وجهها الحقيقي يراه كل الناس. ولذلك يعني الانتخابات تترجم الصورة الحقيقية لهذه التنظيمات.
نعم أشكرك، شكرا جزيلا الأستاذ منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية.